يشرفنا الآن من العاصمة الروسية موسكو سعادة الدكتور آصف ملحم، مدير مركز GSM للأبحاث والدراسات وخبير الشؤون الروسية. مرحبا بك يا دكتور. ما يقال أنه طبعا أنت تعرف وسائل الإعلام الغربية وحتى بعض القادة الغربيين سارعوا بالحديث أنه هذه جريمة قتل، تصفية عمدية لنافالني، وألقوا باللائمة مباشرة على الرئيس بوتين. من وجهة نظر أخرى، المتهم الأول بالطبع سيكون الكريملين وساكن الكريملين، فهل من المنطق أن يرتكب جريمة من هذا النوع؟ الأمر ليس منطقيا يا دكتور آصف. نعم، مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. سيدي، أعتقد أن الكريملين تحديدا كان هو الأحرص على حياة نافالني في هذه الفترة، وقد نقل إلى يامالا نينسكي، إلى هذه المقاطعة بعيدة عن الأنظار حتى تتم حمايته بشكل جيد، لأن الكريملين يدرك جيدا أنه قد تحصل هناك اختراقات معينة وقد يتم قتله بطريقة أو بأخرى ويتهم الكريملين بذلك. يعني وفاته في هذه الظروف، يعني عندنا عدة حوادث تؤكد على أن الكريملين لا يمكن أن يكون ارتكب هذه الحماقة وهذا الغباء، يعني لا يمكن بأي شكل من الأشكال. أولا، تصور يا دكتور أن تتهم شخصا بأنه آذاك وأن تهدده بالقتل ثم يموت وهو في بيتك بعد فترة وجيزة، هذا السيناريو لا يبدو من شيم الداهية بوتين في تصور الكثيرين. يعني سيدي، يعني من لا يعرف بوتين رجل دولة لا يفكر بعقلية الانتقام. كل من يعرف الرئيس بوتين يعرف أنه لا يمثل شخصه، وعندما حدثت هذه المشاكل مع بريغوجين على سبيل المثال، يعني أنا راجعت الكثير من تقارير الخبراء من يعرفون بريغوجين عن كثب ومن يعرفون الرئيس بوتين عن كثب، وتأكدت 100% أنه ليس بهذه الحماقة. بوتين لا يرتكب، لا يقوم بهذه الأعمال. طبعا ارتكاب هذه الجريمة إذا كان ولابد الكريملين سيرتكبها، لابد أن تأتي بموافقة مباشرة من الرئيس. صحيح. والرئيس كما قلت هو رجل دولة يمثل دولة عظمى عندها أسلحة نووية قادرة على تدمير العالم، لذلك ارتكاب هذه الحماقة لا يمكن أن تصدر من الرئيس على الإطلاق. الوفاة هو نافالني نفسه وفق التقارير الطبية كان مريضا، ورجل هو حساس على كما فهمنا عند تعرضه لأي صدمة نفسية انهار وما شابه ذلك، ولذلك قد تكون حقيقة يعني الوفاة جاءت طبيعية وجاءت في يعني في توقيت. لكن لا أحب يا دكتور آصف أن نرتكب نفس الخطأ وأن نستبق التحقيقات، هناك تحقيقات وسننتظر نتائجها، لكن ما يستحق التفسير يا دكتور آصف هو مسارعة وسائل الإعلام الغربية للتو. كنت أشاهد قناة ذائعة الصيت، قناة غربية ذائعة الصيت، وهي تؤكد أنه بوتين قتله بدم بارد. سيدي، يعني الوسائل الإعلام الغربية لا يوجد عندها ما تقوله، يعني هم روسيا متهمة دائما في نظرهم سواء ارتكبت الفعل أم لم ترتكبه. عندما حصلت مجزرة، عندما ما سمي بالأحرى مجزرة بوتشا، قالوا جميعهم أن مجزرة بوتشا ارتكبت، وقالت وسائل الإعلام الروسية أو سلطات روسيا قالوا تعالوا نحقق في هذا الموضوع، ولكن عندما انتهى الأثر الإعلامي والنفسي لما سمي مجزرة بوتشا، هم نسوا بوتشا ومن بقي يفكر ببوتشا فقط روسيا. وتأكدنا فيما بعد أن القبور التي أنشئت في تلك المنطقة هي قبور وهمية، الآن الأشجار بدأوا النباتات تنبت في تلك المنطقة ولا يوجد أي قبور. يعني الغرب دائما يتهم روسيا، دائما يبحث عن طريقة لاتهام روسيا. وعندما تم تسميم نافالني نفسه سيدي، يعني في تلك الفترة السفير الألماني نفسه جاء إلى الخارجية الألمانية بعد أسبوع واحد فقط، جاء بتقرير متكامل وكأنهم كانوا حاضرون على حادث التسمم، وكأنهم كانوا يعرفون المادة التي سمم بها وكيف جرت وكيف وكيف، وكأنهم هم من قام بذلك. يعني وعندما طرحت حادث تفجير السير الشمالي 2 بعد 6 أشهر من الحادثة، قالوا أن علينا أن ننتظر التحقيقات. إذا الموضوع هنا موضوع مناكفات سياسية. صحيح. من الطرفين. صحيح. هذا واضح للغاية يا دكتور آصف. كنت أحب أن أعرف منك
إن كان الغرب موقفه كما نرى وكما فسرت أنت سيدي الكريم، يعني هو يسارع باتهام الكريملين مباشرة لأسباب سياسية تخصه، لكن ماذا عن الرأي العام في الشارع الروسي الذي يروج له إنه بوتين لا يقبل أن يكون له من يعارضه، وإنه التصفية سيف مسلط على رؤوس كل هؤلاء المعارضين، انظروا نافالني، انظروا قبل ذلك إلى بريغوجين إلى آخره. هل الشارع الروسي ينصت إلى هذا الكلام؟ سيدي نافالني كشخص، يعني أنا عند تابعت المظاهرات التي خرجت في عام 2021 وتحديدا في شهر شباط، وكان لي بعض المعارف من الطلاب الذين خرجوا في تلك المظاهرات وتكلمت معهم بعض المظاهرات مباشرة، يعني وأنا يعني هم تحدثوا معي مباشرة حول هذا الموضوع وأكدوا لي عندما اندلعت تلك المظاهرات أن الطلاب هم من هجموا على قوات الأمن ومن حاولوا يعني ومن حاولوا إثارة الشغب في تلك المظاهرات، ويعني قامت قوات الأمن وقتها بجمع هؤلاء الطلاب ولم يفعلوا معهم أي شيء، ومنهم الطلاب الذين تكلمت معهم كتبوا تعهدا بعدم تكرار هذه الأعمال وانتهى الأمر. يعني جميع أنصار نافالي هم مجموعة من الطلاب والمراهقين صدقني، ولا يوجد له هذه الشعبية الكبيرة. طبعا نحن نتأسف على حياة أي إنسان، على روح صحيح أي إنسان صحيح. بغض النظر عن الحيثيات والأسباب التي، لكن سؤالي كان مختلفا بعض الشيء يا دكتور آصف، سؤالي كان عن تشويه سمعة الرئيس فلاديمير بوتين. الشارع الروسي سيدي على العكس تماما، لاحظ معي أستاذ، عندما بدأت الحرب في روسيا كان من السهل جدا على وسائل الإعلام الغربية والجهات الغربية أن تقول هذه الحرب هي حرب بوتين، ولكن تتابع الأحداث وتحولها وتغيرها بدأ الإعلام الغربي نفسه يقول بأن هذه الحرب ليست حرب بوتين بل هي حرب روسيا. لذلك أنا أعتقد أن الشارع الروسي لا يصدق بأي شكل من الأشكال على الإطلاق ما يقال في الإعلام الغربي. هناك مجموعة من المعارضين الذين نعرفهم بالاسم موزعون في ألمانيا وفي فرنسا وفي بريطانيا وفي بلغاريا، ونعرفهم بالاسم ونعرف خلفياتهم السياسية ونعرف كل ما ارتكبوه من حماقات بحق الشعب الروسي، وأنا نفسي نشرت مقالات كثيرة عن هذا الموضوع، وجميعهم يعملون برعاية مباشرة من السفارات الأمريكية ومن المنظمة الأمريكية للتنمية ومن سمي المعهد الديمقراطي الدولي الذي أنشأه ريغن في عام 1983 وترأسه جون ماكين حتى وفاته في عام 2018، وأسسوا ما يسمى منظمة روسيا الحرة التي تترأسها إحدى السيدات واسمها ناتاليا أرنو المتزوجة من الأمريكي مايكل أرنو، طبعا كلتها هي بوديفا، وشخصيات معروفة للشارع الروسي ومعروف خلفياتها، وكل الحركات والمظاهرات التي حرضوها بروسيا تأكد بالدليل القاطع على أنها ممولة من الغرب. بوتين سيدي ليس شخص، بوتين عبارة عن منظومة سياسية، منظومة إيديولوجية حكمت روسيا وتمكنت من حقيقة من الخروج بروسيا من فترة معتمة ومظلمة جدا في تاريخها. هذا قرار الشعب الروسي، هذه قناعة الشعب الروسي يا دكتور آصف؟ سيدي نحن لا يوجد عندنا يعني استطلاعات للرأي، وأنا أدعو إلى عدم يعني الاستناد الى استطلاعات الراي يعني في هذا الموضوع تحديدا، لاننا نعلم مسبقا ان علم الاحتمالات هو علم غير دقيق بالاساس يعني. ولكن وفق تقديرنا وفق ما نشاهده من الناس وفق المحيط الذي نعمل به لا نرى هذه المعارضة لبوتين، على العكس تماما، هناك قناعة أكبر بأن بوتين يسير في الطريق الصحيح، وكل ما يحدث هي أشياء أخرى هي محاولة تشويه سمعته لأنه يسير على الطريق الصحيح. ما حدث اليوم، ما أعلن عنه اليوم ووفاة نافالني، هو آخر شيء كان يحتاجه فلاديمير بوتين قبيل الانتخابات يا دكتور آصف، يؤثر ذلك على أدائه الانتخابي في رأيك؟ أنا برأيي لن يؤثر على الإطلاق، نافالني لم يكن له هذه الشعبية، سيدي أنا أؤكد مرة أخرى المظاهرات التي خرجت في عام 2021، وأنا أقول مرة أخرى وأنا مسؤول عن كلامي
وكان هناك بعض الطلاب الذين أعرفهم خرجوا بهذه المظاهرات، كلهم مجموعة من المراهقين والطلاب الصغار الذين لا تتجاوز أعمارهم 20 سنة، الذين لم يكتمل وعيهم السياسي. هذه الفئة هي التي تحاول الجهات الغربية التلاعب بوعيها عبر منظومة واسعة من منظمات المجتمع المدني. وأنت تعرف يعني وسائل الاتصال الحديثة أصبح من السهل نشر المعلومات وبث الشائعات وما شابه ذلك. لذلك لن تؤثر على قد تحصل، نعم أنا لا أستطيع أن أنفي، قد تحصل بعض المظاهرات هنا وهناك وتخرج يعني وبعض الوقفات الاحتجاجية وما شابه ذلك. لذلك هنا على السلطات الروسية حقيقة أن تجري تحقيقا شفافا في هذه القضية قبل الانتخابات، وتظهر نتائج دقيقة ومقنعة للشارع الروسي حتى لا تحدث أي انزلاقات أمنية في هذه صحيح الحياة. صحيح يا دكتور، أقدم لك وافر امتناني سعادة الدكتور آصف ملحم، مدير مركز GSM للأبحاث والدراسات والخبير في الشؤون الروسية الذي شرفنا من موسكو.